في الفيديو ده بقى يا عم الحاج انت وهو هكلمكم عن حاجتين في غايه الاهميه. اول حاجه طبعا وهو موسى التعمري اللاعب الاردني اللي بيلعب في الدوري البلجيكي والنادي الاهلي وترشيحه وبقوه للنادي الاهلي واللي متمسك بيه الكابتن محمود الخطيب. هنتكلم ايضا عن ايدي هوتر طبعا المدرب النمساوي المرشح للنادي الاهلي وهنقول كلام كتير جدا وتفاصيل كتير جدا. وقلب لاي تفاصيل طبعا يا ريت الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ولايك للفيديو ده وهنرغي في حاجات كتير جدا جدا جدا. علشان كده يلا نشوف اول حاجه طبعا الفكره او اللاعب المرشح هو لاعب الشخص اللي فكر في انه يرشحه للنادي الاهلي هو شخص ذكي. اول حاجه طبعا ده اسمه موسى التعمري. اللاعب ده اردني بيلعب في الدوري البلجيكي. اللاعب ده من اللعيبه المميزين على فكره. انا بقول لك مميزين بمعنى كلمه مميزين لان اللاعب طبعا كل اللقطات بتاعته قدام حضرتك اهو. فانا لما نيجي نتكلم عن اللاعب ده فانت لازم تبقى فاهم وشايف ان اللاعب ده من اللعيبه المميزه. وانا لازم اقول لك ان هو لاعب مميز لان هو لاعب بيمتاز باكتر من حاجه مش بحاجه ولا حاجه لا ده بيمتاز باكتر من حاجه يعني حتى في انه يعرف يلم واحد او اثنين او ثلاثه هو عنده المقدره على كده انه يعرف يشوط من بره المنطقه برضه هو عنده المقدره على كده. فهو لاعب مميز بيلعب في مركز الجناح المركز اللي النادي الاهلي عايزه. النادي الاهلي من فتره كبيره جدا وهو بيعاني معاناه كبيره جدا بسبب عدم وجود اللاعب المميز في مركز الجناح. علشان كده النادي الاهلي بيفكر في لعيبه كتير جدا ولو هنطلع كل شويه نتكلم عن لعيبه مرشحه للنادي الاهلي فهنلاقي لعيبه كتير جدا جدا جدا. عايز اقول لك كده يعني عدد مهول. اما بقى عن المرشحين بالنسبه للمدربين فبقول لك 30 سي في موجود لحد دلوقتي الحقيقه على طاوله النادي الاهلي ونادي بيفاضل ما بينهم. ولكن كل يوم بنقول فلان اقرب للنادي الاهلي. امبارح كنت بتكلم عن مدرب وقلت لكم ان هو اقرب للنادي الاهلي اللي هو ماركو رزو طبعا الالماني. اللي اكد الكلام اكتر موضوع وتصريح الاعلامي احمد شبير مذيع اون تايم سبورتس ولاعب الاهلي ومنتخب مصر السابق. طيب اللاعب ده يا جماعه هيجي النادي الاهلي؟ ما اقدرش اقول لك هيجي النادي الاهلي وما يقدرش ولا مش هيجي النادي الاهلي لان انا بقول لك ان اللاعب ده مرشح للاهلي وده طبعا نقطه كبيره جدا. فرق لما اقول لك اللاعب ده خلاص وقع للنادي الاهلي واصبح لاعبا في النادي الاهلي وفرق شاسع لما اقول لك ان اللاعب ده مرشح يعني ممكن يجي وممكن ما يجيش. نسبه انه يجي زي نسبه انه ما يجيش. زي لو دي 50% تبقى دي 50% لو دي 70% يبقى دي 70%. دي القصة باختصار شديد جدا. وطبعا ده اللاعب ده يا جماعة زي ما قلت لكم لاعب مميز لاعب بيمتاز بحاجات كتير جدا داخل المستطيل الأخضر. الأهلي وكابتن محمود الخطيب معجبين بيه ولكن لحد دلوقتي الحالي ما فيش حاجة أساسية. الأهلي بالفعل بيتفاوض مع اللاعب بس ما فيش أي معلومات غير كده على الإطلاق. وأي جديد طبعا هتلاقوه على قناتي. اللعيبة اللي وقعت للنادي الأهلي وده سؤال ناس كتير جدا هم 3 لعيبة فقط لا غير. مصطفى سعد ميسي وهيكون بديل لصلاح محسن طبعا ده خبر هيكون جميل جدا 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 بالنسبه لجمهور النادي الاهلي لانه طبعا مش عايز صلاح محسن في الوقت الحالي. فمصطفى سعد ميسي هيكون بديل لصلاح محسن لاعب النادي الاهلي وشادي حسين هيكون بديلا لاحمد ياسر ريان لاعب النادي الاهلي. دي باختصار الصفقتين بتوع نادي السيراميكي كليوباترا والنادي الاهلي. على فكره في ذكاء ملهوش حلول ملهوش يعني ذكاء ضخم جدا 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 من سيراميكي كليوباترا ان هو بدل ما اخد منك فلوس انا كده كده مش محتاج اي فلوس فتعالى خلاص هات اللاعب ده وخد اللاعب ده. فانا شايف ان احمد سامي تفكيره جميل جدا وشايف ان سيراميكي كليوباترا تفكيرها جميل جدا جدا. انت هتديني لاعب هاخد مكانه لاعب. على فكره لو هنتكلم على ارقام احمد ياسر ريان وارقام شادي حسين هتلاقي ان في فرق كبير جدا. هتلاقي ان ارقام اصلا احمد ياسر ريان افضل بكتير جدا من ارقام شادي حسين وكلنا عارفين بحاجه زي كده. ولكن طبعا دي وجهه نظر النادي الاهلي. خلاص هو قرر ان هو يعمل صفقه تبادليه مع شادي حسين. احمد ياسر ريان هو شايفه ان هو لا يصلح للنادي الاهلي في الوقت الحالي وبالتالي هو ده السبب الرئيسي اللي خلى انه ياخد شادي حسين. شادي حسين ما نقدرش نختلف عليه، ما فيش اثنين يختلفوا عليه في الدوري المصري ولاعب مميز جدا ولاعب هداف ولاعب قوي ولاعب عنده الصفات اللي تمتاز بيها او اللي يمتاز بيها مهاجم الكره المصريه بالخصوص بالتحديد يعني الكره المصريه او الدوري المصري يعني. ولكن لما نيجي نتكلم عن ارقام هتلاقي احمد ياسر ريان في النادي الاهلي شايف ان شادي حسين افضل وبالتالي هو ده اللي تم في الوقت الحالي. دي قصه الصفقتين اللي هيحصلوا صفقتين وسط صفقتين يعني صفقتين متبادلين. تلاقي مثلا شادي حسين ومصطفى سعد ميسي قصاد احمد ياسر ريان وقصاد صلاح محسن. دي القصه باختصار. ننتقل معاكم ل ايدي هوتر المدرب النمساوي المرشح للنادي الاهلي. المدرب ده بقى يا سيدي بالتحديد فاز على بايرن ميونخ 5-0 وفاز على بايرن ميونخ في مع فريق تاني 5-1. المدرب ده
بيمتاز بحته جميله جدا تكاد تكون النادي الاهلي فقدها بقاله فتره، وهو الحته الهجوميه. الراجل ده عنده فكره الضغط العالي، فكره ان انا اهاجم اكتر من اني ادافع، اهاجم اكتر من ان اي افكر في اي حاجه تانية في المستطيل الاخضر. على فكره المدرب ده شبه موافق على كل حاجه، لانه طبعا هو ما حصلش ليه ان هو يكون مدرب في افريقيا قبل كده، وطبعا جاي له فريق هو يعتبر القاعد على قاره افريقيا في فكره البطولات، فلما يجي هو يبص على الفريق ده فطبيعي جدا انه هيوافق. كابتن محمود الخطيب يعني مرحب جدا بشكل مبدئي بالتعاقد مع المدرب ده. كابتن او المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة الاسبق اتكلم على صفحته، قال لك ان هو المدرب النمساوي ايدي هوتر هو مدرب الاهلي الجديد. قال لك بالبلدي كده، قال لك خلاص كده كل حاجه خلصت وهو ده مدرب النادي الاهلي الجديد. طبعا كلنا عارفين تصريحات المهندس فرج عامر، تصريحات كتير جدا، في منها تصريحات حقيقيه وفي منها تصريحات غير حقيقيه. يعني مثلا من ضمن التصريحات الغير حقيقيه اللي عملت ضجه كبيره جدا وهي ساعه موضوع اعاده مباراه مصر والسنغال. طبعا كان هو كل شويه بيتكلم فكره اعاده مباراه مصر والسنغال، اعاده مباراه مصر والسنغال، وده شيء كان واقعي جدا، هي عمرها ما هتتعاد على الاطلاق، ولكن دي كانت وجهه نظر. هو كان شايف ان كده كده المباراه هتتعاد، فكان دايما بيتكلم فكره ان المباراه هتتعاد. فانا شخصيا واحد من الناس اللي كنت بقول يا جماعه انسوا ان المباراه دي تتعاد، مستحيل ان المباراه دي تتعاد، وكنت دايما بتكلم في الفكره دي. ولكن باختصار يعني عايز اقول لك كده، تقدر تحدد مين المدرب الحقيقي للنادي الاهلي؟ ما تقدرش في الوقت الحالي، لان انت زي ما قلت لحضرتك في اكتر من فيديو قبل كده، وقلت كمان في الفيديو ده اني 30 سي في 30 سيره ذاتيه موجودين على طاوله النادي الاهلي في الوقت الحالي. فالنادي الاهلي بيفاضل ما بين مين افضل، مين افضل حد انه يكون هو اللي يتولى القياده الفنيه للنادي الاهلي. على فكره يا جماعه ماركو اللي هو المدرب الالماني اللي انا شخصيا اتكلمت عليه في فيديوهات قبل كده كتير، ده اللي موقف الصفقه هو المقابل المادي فقط لا غير. الراجل ده مو غالي شويه، عايز كام؟ عايز 250 الف دولار. طبعا ده رقم كبير جدا، انت كده بتتكلم في حوالي 5 مليون جنيه في الشهر، ده راتبه الشهري. طيب النادي الاهلي عرض كام؟ النادي الاهلي كان عرض 150، بقى دلوقتي عرض 180 الف دولار. قال لو الراجل ده وافق على 180 الف دولار اعتبروني ان انا موافق. يعني ده من ضمن الحاجات اللي المفروض ايه تتم. طيب الحته الثانيه وهي وحيد خلوزيتش، قال لك انا موافق ان انا اتنازل وادرب فريق، انا بحب المنتخبات بس انا موافق ان انا ادرب فريق بس بشرط، وحط لهم شروط. النادي الاهلي ما وافقش على الشروط. اذا يبقى كل الكلام ده كله عباره عن ارتجالات من الصحفيين والاعلاميين واصحاب المواقع واصحاب البيجات الكبيره والكلام ده كله، عشان تبقى فاهم الصوره ماشيه ازاي بالظبط. غير كده مفيش، غير كده مفيش. لان اي حد بيقول لك اي كلام بعد كده هو يعني عايز، هو بيضحك عليك بالبلدي كده، هو بيضحك عليك بيقول اي كلام عشان عايزك انت تستفاد باللي هو اي كلام وخلاص. يطلع حقيقي ما يطلعش حقيقه مش مشكله، مش مشكله الكلام ده كله خالص. القصه ان هو يطلع يقول لك اللي هو عايزه، ولكن الفكره باختصار في 30 سيره ذاتيه موجودين على طاوله النادي الاهلي. النادي الاهلي بيفاضل مين الافضل، بيشوف مين اللي اصلح، بيشوف مين اللي ينفع ومين اللي ما ينفعش. دي القصه باختصار بتاعه المدرب. لكن تقدر تحدد مين المدرب الجديد للنادي الاهلي في الوقت الحالي؟ زي ما قلت لحضرتك وقلتها مره واثنين وثلاثه، صعب جدا 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 تحدد مين المدرب الجديد للنادي الاهلي. ده كان الفيديو باختصار. يا ريت الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ولايك للفيديو ده.